معي هنا في الاستوديو السيدة ثريا العوضي، سيدة الأعمال الإماراتية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة ثريا. مساء الخير، أهلا بك حبيبتي. كسيدة إماراتية طبعا هذا اليوم له رمزية خاصة لك. أنا أولا طبعا لازم أهنئ المرأة الإماراتية، تحية لها يوم المرأة الإماراتية لإنجازاتها ونجاحاتها. وأنا دائما في كل مؤتمراتي أطلع من دولة، يعني برا الدولة، دائما أقول إنه نحن أكبر سند للمرأة الإماراتية وأكبر دعم هم حكامنا، لأنه هم اللي استندونا وهم اللي يعطونا الوظائف. لما المرأة تكون مؤهلة ومتعلمة والحمد لله يعني، فيعطونها أعلى المراكز يعني بغض النظر. حتى كوزراء، نعم، نتحدث كوزيرات كما، نعم، ذكرت زميلة ديما طبعاً. من حضرتك سيدة أعمال، هي بس بغيت أكمل بعد التحية الأكبر لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، يعني لأنه هي أيضا أكبر سند للمرأة الإماراتية في مواقفها مع المرأة وإنجازاتها يعني. نعم، إلى أي درجة من تحدي يعتبر اليوم سيدة ثريا بالقدرة على نجاح كسيدة إماراتية وبنفس الوقت مراعاة تقاليد وعادات المجتمع الشرقي والدولة المحافظة؟ شوفي، نحن صراحة في دولة الإمارات، يعني أنا كوني أنا من مؤسسات مجلس سيدات أعمال دولة الإمارات، وأيضا سيدة أعمال من دبي يعني، فما أشوف أنه في أي عائق صراحة للمرأة يعني تبات تسوي بزنس أو أي مركز، لأنه المركز اللي هي تحصله كحق في الحكومة يعني طبعا حسب مؤهلاتها. لكن من الناحية التجارية يعني أنا أشوف أنه المرأة والرجل متساوين في أمام القانون، يعني في الحقوق والواجبات وكل هالأشياء يعني، فما اشوف انه يعني انه في اي عائق يعني. صحيح. وحتى يعني الحمد لله نحن يعني لما ذكرت من قبل قلت لانه نحن حكامنا اكبر سند للمراه الاماراتيه، لانه حكامنا واقفين مع المراه، فتلاقين حتى مجتمعنا يعني، هو طبعا نحن مجتمع محافظ بس قاموا يتقبلون هالشيء، يعني حتى صحيح. المحافظين يعني قاموا يشوفون لا انه ما شاء الله حكامنا عندهم الحكمه انه يختارون المراه انه تكون الوزيره وتكون. صحيح. واثبتتم، نعم، كسيدات ايضا نجاح والقدره على تولي هذه المناصب بالضبط. وتحمل المسؤوليه. الى اي درجه المراه الاماراتيه اليوم سيده ثريا من خلال سفراتك وطبعا معرفتك بسيدات عربيات هي فعلا تشكل قدوه لاي سيده عربيه بسبب نجاحها بسبب دعم حكامها؟ طبعا طبعا، احنا صراحه المراه الاماراتيه الحمد لله يعني يعني نحن دوله يعني توه يعني صغيره في العمر يعني. صحيح. لكن تلاقين انجازات المراه في دوله الامارات يعني انجازات يعني رائعه، فتلاقين حتى الدول اللي كانوا متعلمين من قبل يعني قبلنا في مصر ودول العربيه الاخرى شيء ما تشوفين هالانجازات للمراه. بس مره ثانيه نرجع لانه نحن الحكام هم اللي مساندين المراه، والا التقاليد اذا نحن مثلا، لانه نفس الشيء في دوله الامارات عندنا التقاليد والناس محافظين وغيره وكذي طبعا، بس دعم الحكام للتعليم بالذات يعني تلاقين، فهذا خلى انه المراه الاماراتيه تتعلم وتاخذ اعلى المناصب في التعليم، فما شاء الله تكون مؤهله لاحلى المناصب يعني. صح. فهذا هو اللي خلاها يعني تترقى، فهو اكبر سند هو الحكام الحمد لله يعني ورب العالمين. التركيز الحكام هنا وصناع القرار على دور المرأة، نعم، وانخراطها بكافة المجالات رغم انشغالاتها وهي متطورة على كل الصعد اليوم، نعم، إلى أي درجة مهم؟ وكما قلت أنا أتحدث عن دولة يعني عمرها تقريبا 40 سنة تقريبا، نعم، إلى أي درجة مهم هذه، مهمة جدا هذه النقطة؟ مهمة جدا يعني، لأنه مثل ما تفضلتي إحنا مجتمع محافظ أصلا، إذا حكامنا ما كانوا يساندون المرأة الإماراتية مستحيل هي توصل هالدرجات من النجاح يعني اللي الحين حاصلت لنا يعني. بأي صعوبات تواجهينها لو على الأقل في البداية سيدة ثريا؟ كما قلت يعني المجتمع، نعم، بعد هذا الدعم من الحكام رأى بأنه يجب أن نساند المرأة وهي أثبتت قدرتها، والحكام، نعم، القيمون صائبون بهذا الموضوع وداعمون، نعم، جدا طبعاً. كان في صعوبات بالبداية على الأقل؟ صراحة في البداية بعد ما كان في صعوبات، لأنه مثل ما قلت لك على أساس أنه نحن الحمد لله يعني أهم شيء دعم حكامنا، فمن البداية. وبعدين أيضا يعني الأنظمة في بلادنا يعني في مساواة بين الرجل والمرأة في التجارة، أنا لأنه مثلا تاجرة، ففي التجارة من يوم ما بديت من 10-11 سنة قبل لما بديت التجارة
ما شفت انه في فرق يعني بيني انا وبين الرجل اذا يبغى يطلع رخصه او انه يعني يمارس التجاره او في اي مجال من التجاره يعني من السهل يعني ما في صعوبة أبدا ولا في عنصرية يعني تلاقي إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. شكرا جزيلا. شكرا على وجودك معنا هنا في الاستوديو. وأشكر تي في الآن يعني أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا. أهلا وسهلا سيدة ثريا العوضي سيدة الأعمال الإماراتية شكرا.